المملكة العربية السعودية وجهت تهديدا خطيرا من الممكن أن يضرب في صميم الاقتصاد الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا جاء من خلال تسريبات عن مصادر مطلعة عن مسؤولين سعوديين تحديدا تحدثوا عن خيار هذا التهديد. يوم أمس نشر في الوول ستريت جورنال بهذا الشكل، والتهديد الذي أتحدث عنه هنا والذي نشر في الوول ستريت جورنال أكد بأن المملكة العربية السعودية ستتخذ قرارا بعملية بيع جميع سندات الخزانة الأمريكية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية والتي تقدر بأكثر من 115 مليار دولار بحسب ما وثقته هذه الصحيفة، بل يصل إلى أكثر من 122 مليار دولار بحسب ما وثقته أيضا من بيانات الخزانة الأمريكية ووثقته الوول ستريت جورنال. هذا يعني باختصار ضربة كبيرة كما تحدثنا لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، هي ستضرب مباشرة المواطن الأمريكي وكذلك الشركات الأمريكية العاملة في الداخل الأمريكي في ظل ظروف قاسية اقتصادية تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. فبالنسبة للمواطنين مثلا، إن كان يبحث عن قرضا من البنك من أجل شراء عقار أو شراء سيارة أو أي شيء آخر، فإن كلفة القرض ستكون مرتفعة وكذلك كلفة أو الفائدة التي تدفعها الشركات المدينة للبنوك ستكون أيضا مرتفعة، وهذا يعني ضغطا أكبر من المملكة العربية السعودية على الولايات المتحدة الأمريكية. قد يتساءل البعض لماذا السعودية أخذت هذا التوجه وهذا التصعيد وهذا التحرك. هو في حقيقة الأمر يأتي ردا على تحرك قد ظهر الثلاثاء الماضي في 18 من أكتوبر في الكونغرس الأمريكي وتحديدا على موقع الكونغرس الأمريكي في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي قامت بعملية وضع إحدى المشاريع التي تأتي ضد أوبك وضد الدول الموجودة في أوبك على التقويم التشريعي لمجلس الشيوخ الأمريكي، وهذا يعني بأنهم يريدون أن يصوتوا عليه وأن يقروه وأن يحققوا الكثير من التحركات القادمة من قبلهم. الأويل برايس طبعا لاحظت هذا الأمر مباشرة، والمشروع الذي أذكره لكم الآن وأتحدث عنه هو نوبك، هو الذي يأتي ضد أوبك بشكل مباشر. وهذا القرار طبعا إذا ما تم وإذا ما أقر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في الكونغرس الأمريكي، فإنه سيعطي الصلاحية الكاملة للرئيس الأمريكي أن يفرض عقوبات على الأعضاء الموجودين في أوبك وفي أوبك بلس من دون أي حرج نهائيا. والهدف الأساسي بالنسبة إليه هي المملكة العربية السعودية، لأنهم يعتقدون بأن المملكة العربية السعودية بشكل مباشر هي كانت خلف القرار الذي صدر من أوبك بلس بداية هذا الشهر، ألا وهو بتخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل النفط. هذا القرار الذي اعتبرته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه عدائي للغاية، وأنها لم تكن راضية تماما على هذا القرار، لأنها وجدته أولا بأنه سيضر في الاقتصاد بشكل أكبر، سيضرب في داخل الاقتصاد الأمريكي الناتو الدول الأوروبية في ظل أزمة للطاقة، وكذلك وجدوه بأنه اصطفاف بجانب روسيا في الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. ولكن في حقيقة الأمر بالنسبة لأوبك بلس، هم وصلوا إلى هذا القرار ليس بناء على هذا الأمر، ولكن هو بناء على ركود اقتصادي قادم بحسب الكثير من المؤشرات الاقتصادية خلال 6 أشهر و9 أشهر القادمة سيكون هنالك توقع، وهنالك توقع كبير بأن هنالك ركود اقتصادي، أي بما معنى أن السعر برميل النفط سينخفض بشكل كبير وخطير، وهذا يعني أن الدول التي تنتج وتصدر النفط ستتعرض إلى خسائر كبيرة. انخفاض السعر بالنسبة لبرميل النفط سيعني انخفاض في الواردات لهذه الدول، وبالتالي تتعرض إلى مشكلة حقيقية. هم واجهوا هذا الأمر في عام 2008 حيث انخفض سعر برميل النفط من 100 دولار إلى 32 دولارا، والسعودية تعلمت الكثير من هذا الدرس. وعلى هذا الأساس، بما أن المؤشرات الاقتصادية الآن تتحدث أن هنالك ركودا اقتصاديا قادما، اتخذوا هذا القرار بتخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل، وذلك من أجل رفع سعر البرميل ومن أجل الحصول طبعا على عائدات أكثر، من أجل أن يكونوا قادرين على مواجهة هذا الركود الاقتصادي عندما يأتي وعندما يضرب الجميع. وبالتالي هذه الدول ستكون متجهزة وجاهزة تماما لهذا الركود المتوقع بالنسبة إليهم. والأوساط الأمريكية اتفقت تماما ووجدت أن هذا الأمر الذي تحركت على أساسه أوبك
وأوبك بلس هو منطقي للغاية. نيويورك تايمز يوم أمس تحدثت عن هذه المسألة ووجدت من الناحية الاقتصادية ومن النظرة الاقتصادية هذا الأمر منطقي للغاية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن تحديدا تجد أن الأمر فيه تقصد وفيه رغبة لإيذاء الولايات المتحدة الأمريكية واصطفاف طبعا بجانب روسيا. وعلى هذا الأساس تحرك مشروع نوبك بشكل مثير الأسبوع الماضي في الكونغرس الأمريكي في تحرك يوضح بأنهم يريدون إقراره، وجاء الرد السعودي السريع بهذا الشكل بحسب ما تحدثت عنه الوول ستريت جورنال من مصادر مطلعة. قال مسؤولون سعوديون في جلساتهم الخاصة أن المملكة قد تبيع سندات الخزانة الأمريكية التي تحتفظ بها إذا أقر الكونغرس تشريعا مناهضا لأوبك، وهذه طبعا تعتبر قراراً ويعتبر تحركاً رادعاً لتحرك نوبك الذي نتحدث عنه الآن. والولايات المتحدة الأمريكية إدارة بايدن والحزب الديمقراطي الآن في مشكلة حقيقية من أمرهم في ظل أزمة الوقود وأزمة الطاقة. وعلى هذا الأساس بدأ الرئيس الأمريكي أساساً جو بايدن، وعلينا أن نتذكر في عملية استنزاف كبيرة للخزينة الاستراتيجية الأمريكية، ففي مارس الماضي كان قد توجه مباشرة إلى سحب 180 مليون برميل من الاحتياطية الاستراتيجية الأمريكي من أجل ألا يسمح وأن يمنع الأسعار من ارتفاعها بسبب أزمة الطاقة. توجه هذا التوجه مرة الأشهر، ذهب إلى المملكة العربية السعودية بهذا الشكل، حاول الطلب من السعودية كثيرا من الإمارات العربية المتحدة أن يقوموا بمساعدته في زيادة الإنتاج من أجل أن تخف الأسعار وأن يواجهوا هذه الأزمة حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ولكن جاءت المفاجأة من الأوبك بلس بداية هذا الشهر وأعلنوا بشكل واضح عن تخفيض قادم بمليوني برميل في الإنتاج في الشهر القادم، سيبدأ بعد 6 أيام هذا الأمر. وعلى هذا الأساس الآن الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بجر مرة ثانية وسحب 15 مليون برميل من النفط من الاحتياطية الاستراتيجية الأمريكية، ويستنزف كثيرا من هذا الاحتياطية الذي من المفترض أن يكون مخصصا في حقيقة الأمر للحروب، عندما تكون الولايات المتحدة الأمريكية في حرب وليس للظروف التي تأتي بهذا الاتجاه الذي نتحدث عنه طبعا بكل تأكيد. و هذا يعني أخبارا سيئة طبعا للرئيس الأمريكي جو بايدن والحزب الديمقراطي، فهو يتحرك هذه التحركات استعدادا للانتخابات النصفية القادمة كما تحدثنا. تطبيق القرار في أوبك بلس يأتي في نوفمبر، وفي 8 نوفمبر نحن أمام انتخابات نصفية في مجلسي الشيوخ ومجلس النواب، والإحصائيات كلها تسير باتجاه فوز جمهوري كبير قادم بسبب أزمة الطاقة، بسبب ارتفاع الأسعار، وبسبب العديد من التحركات التي تحدثنا عنها مثل ما يأتي من الأوبك بلس تحديدا. فعلى سبيل المثال عندما نذهب إلى 538 لنأخذ الإحصائيات من الاستفتاءات التي يجمعونها الآن، وصلت الجمهوريين نسبة فرصهم في الفوز في الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي وصلت إلى 81% مقابل 19% فقط للديمقراطيين. الفرص ضعيفة جدا للديمقراطيين لكي يجدوا طريقهم للفوز بالأغلبية والحفاظ على الأغلبية التي يتمتعون بها في مجلس النواب، بل إن حتى مجلس الشيوخ على الرغم أن الإحصائيات التي أمامكم هي أن الجمهوريين يتمتعون بفرصة 45% للفوز بالأغلبية مقابل 55% للديمقراطيين، علينا أن نتذكر أن الجمهوريين على بعد مقعد واحد فقط من أجل السيطرة على الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي. وهذه الإحصائية هي إحصائية قد تغيرت تماما عن الشهر الماضي، فالجمهوريين ارتفعوا كثيرا ومن الممكن أن ترتفع النسبة الخاصة بهم، ونرى الجمهوريين يتفوقون في الاستفتاءات قبل دخولهم لهذه الانتخابات على الديمقراطيين في مجلسي النواب ومجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ على سبيل المثال كانت النسبة للديمقراطيين في 20 سبتمبر الشهر الماضي كانوا يتمتعون بفرص للفوز بحسب الاستفتاءات لل 538 71% للفوز أو الحفاظ على الأغلبية التي يتمتعون بها في مجلس الشيوخ، وكان الجمهوريين عبارة عن 29% فقط. ولكن الآن لاحظ كيف اقتربت الأمور كما تحدثنا، الجمهوريين يقتربون ويقتربون أكثر، بل إن Real Clear Politics كانت قد وثقت حقيقة الآن حتى يوم أمس
بأن المواطنين الأمريكيين يرون بأن على الجمهوريين ويريدون الجمهوريين أن يسيطروا كما تلاحظون بالأغلبية بهذا الشكل، يريدونهم أن يسيطروا على الكونغرس الأمريكي بأكمله من أجل إيجاد حلول للقضايا التي تجري في الداخل الأمريكي من ضغط كبير، من ارتفاع للأسعار، وبالتالي هنالك ردة فعل في الداخل على الولايات على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك على الحزب الديمقراطي. وما الذي يعني هذا؟ هذا يعني ببساطة إذا ما الجمهوريين سيطروا على الكونغرس الأمريكي يعني أن الرئيس بايدن سيتعرض إلى محاولات عزل من الجمهوريين، فالجمهوريين توعدوا كما تلاحظون الشهر الماضي بأنهم سيقومون بعملية عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في كل أسبوع، وذلك لأنهم يريدون الانتقام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي جعل منه الديمقراطيين عندما سيطروا على الكونغرس الأمريكي بأكمله جعلوه أول رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية يتعرض للعزل مرتين، وأول رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية والوحيد الذي تعرض للعزل مرتين من الديمقراطيين. مسألة العزل هي ليست سهلة، في مجلس الشيوخ تحتاج إلى ثلثي الأصوات لكي يطبق هذا الأمر، ولكن محاولات العزل هي تكتب في تاريخ بايدن إذا ما سيطر طبعا الجمهوريين على الكونغرس الأمريكي بالشكل الذي نذكره لكم، وبالتالي يضعون الكفة متساوية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتخابات النصفية. كذلك هي تغير الكثير من المعادلات في مسألة الحرب في أوكرانيا بالنسبة للجمهوريين، إذا سيطروا على الكونغرس بأكمله أو على الأقل على مجلس النواب، فعندما يأتي الرئيس الأمريكي جو بايدن ليطلب الأموال من الكونغرس، يريد موافقة من الكونغرس لتوفير الأموال لشراء السلاح لكي يرسل الأسلحة إلى أوكرانيا، فإن الجمهوريين سيقفون ضد هذا الأمر تماما ولن يوافقوا على توفير أي أموال بالنسبة للتسليح إلى الداخل الأوكراني. بالنسبة إليهم قضية أوكرانيا هي مهمة، ولكن الأهم هو الداخل، فدافع الضرائب الأمريكية اليوم منزعج مما يجري في الداخل، وهذا يعني أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل المعادلة التي ذكرناها لكم هو سيتعرض إلى مشكلة خطيرة في ظل تخفيض إنتاج النفط الذي تحدثنا عنه وتهديد السعودية ببيع سندات الخزانة الأمريكية، لن يتمكن بعد الآن من إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وهذا يعني أن الناتو سيتبع بعد ذلك عملية عدم إرسال هذه الأسلحة، وهذا سيغير المعادلة في المعركة في الداخل، سيجعل أوكرانيا تعي تماما بأن عليها التوجه للتفاوض مع بوتين. العالم يجب أن يتفاوض مع بوتين لأن بوتين سيبدأ بالتقدم شيئا فشيئا في الداخل في ظل أن هذه الأسلحة لم تعد تصل إلى الأوكرانيين، في ظل تهديدات نووية، وفي ظل حديث وتبادل الاتهامات باستخدام القنبلة القذرة أيضا في نفس الوقت، وأيضا أن الجيش الروسي لم يكتفي رغم التراجع الذي وصل إليه الآن إلا أنهم تحركوا فعلا في الأيام الأخيرة، وصلوا إلى بيلاروسيا. التقارير من نيويورك تايمز تحدثت 10,000 عنصر من الجيش الروسي دخلوا إلى بيلاروسيا بهذا الاتجاه، وأن الجيش البيلاروسي الآن يتحرك عسكريا بشكل خطير من أجل منع إرسال الأسلحة الذي يأتي من بولندا إلى أوكرانيا، طبعا يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الناتو إلى بولندا من أجل الوصول إلى أوكرانيا لكي يستطيع الأوكرانيين مواجهة الهجوم الروسي الكبير. وعلى هذا الأساس الآن البيلاروسيين فعلا يتحركون بشكل كبير مع الجيش الروسي ويتحركون الآن ووصلوا إلى نقطة تأتي على الحدود مع بولندا ومع أوكرانيا. لاحظ كيف من الممكن أن تتغير المعادلات هنا مع وصول الجمهوريين إلى الكونغرس الأمريكي. فكان هنالك على سبيل المثال لقطات اليوم نشرت من داخل بيلاروسيا، وهي إيفا تزيفتشي، هذه هي المدينة في بيلاروسيا، تم التصوير وجاء التصوير بهذا الشكل لقطعات عسكرية ومدفعية كما تلاحظونها بيلاروسية هي تتحرك في هذه المدينة التي ذكرتها لكم. وعلى هذا الأساس إذا ما حاولنا أن نأخذ ونتأكد هل فعلا هذه قطعات بيلاروسية في الداخل البيلاروسي، ونأخذ عددا من العلامات لهذه المنطقة بالاعتماد على المعلومة التي نشرت عن اسم المدينة وهي إيفا تزيفتشي، سنلاحظ بأننا أمام ممر يأتي بهذا الشكل، وأيضا لدينا طريق واضح، لدينا سكة كانت تنتقل عليها هذه طبعا المعدات العسكرية الثقيلة والقطعات الثقيلة، ونلاحظ بأننا أمام عمود كبير يأتي مع ممر للمشاة أيضا،
وواضح جدا بأننا أمام منزل مناسب سيعطينا فكرة يأتي في الجهة المقابلة، يأتي بهذا الشكل المثلث الذي تلاحظونه. إذن دعونا نتجه الآن إلى القمر الصناعي بالاعتماد على هذه العلامات لكي نحاول أن نجد هذه المنطقة. هنا كما تلاحظون هذه هي أوكرانيا وهذه هي بيلاروسيا، لنحاول أن نتجه إلى هذه المنطقة، إلى المدينة إيفاتزيفتشي الذي تحدثنا عنها. هي تأتي بهذه المنطقة، سنلاحظ أن هنالك سكة حديد تقطع المدينة بالنصف تماما. وإذا ما اتجهنا بهذا الاتجاه وحاولنا أن نذهب إلى هذا الممر، الممر الذي يبدو متشابها مع الممر الذي ذكرناه مع التفافة بسيطة، سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات تماما. وبالإشارة إلى العلامات، هذا هو الممر، هذا هو العمود، وهذا هو طبعا الممر الآخر وهو للمدنيين، وكذلك هذا هو الشارع، وهذه هي السكة التي تحدثنا عنها، وهذا هو المنزل الواضح جدا كان في هذه الصورة، وبالتالي التصوير كان واضحا يصور هذه القطعات وهي تتحرك بهذا الاتجاه. ولكن إلى أين تتحرك؟ دعونا أيضا ندقق في مسألة التحرك. التحرك كما تحدثنا يأتي بهذا الاتجاه، لنأخذ صورة أوضح لطبيعة هذا التحرك. فإذا التحرك الذي نحن أمامه هو يأتي بهذا الطريق من هذه المدينة بالابتعاد بالقمر الصناعي. الآن سنلاحظ ببساطة أن التحرك يأتي باتجاه الحدود هنا، كما إذا ما توقفنا هنا فإن هذه هي المدينة التي أشرنا إليها، يأتي بهذا الاتجاه بحدودي. طبعا هذه الحدود البولندية وهذه هي الحدود الأوكرانية، وعلى هذا الأساس عندما نحاول أن نبتعد قليلا فإننا سنلاحظ أن التقرير القادم من النيويورك تايمز الذي تحدث بشكل واضح أن الروس والبيلاروس يحاولون التقدم إلى مدينتين مهمتين ألا وهي فولن وكذلك لفيف التي تأتي بهذا الطريق وبهذا الاتجاه مع الحدود البولندية من أجل قطع مسألة التسليح التي تأتي من بولندا إلى هاتين المدينتين. هو يوضح أن البيلاروس والروس فعلا قد يقدمون بسرعة للسيطرة على هاتين المدينتين ويسيطروا عليها ويقطعوا عملية التسليح. على هذا الأساس الجمهوريين يجدون لا داعي للوصول إلى هذه النقطة، تهديدات نووية، دخول أكثر، تهديد كبير على حدود بولندا، مواجهة محتملة مع الناتو. لماذا نذهب إلى هذا الطريق؟ ولماذا أساسا قبلنا بهذه الحرب بهذا الشكل ولم نتفاوض من الأساس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ بل أن المفاجأة الكبيرة أن يوم أمس 30 من النواب الديمقراطيين الموجودين في مجلس النواب قدموا هذه الرسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وقالوا له بأن علينا أن نتفاوض مع روسيا وأن نحاول أن نفتح الدبلوماسية بشكل أكبر وأن نفعل الدبلوماسية مع روسيا قبل فوات الأوان. على هذا الأساس التهديد السعودي واضح جدا بأنه يضع الولايات المتحدة الأمريكية تحت المطرقة وأنها قد تكون غير قادرة على تحقيق الكثير، وقد تكون هذه التحركات من الأوبك بلس مع هذا التهديد السعودي قد يغير الكثير من خارطة الكونغرس الأمريكي ويجعلنا نرى الحزب الجمهوري يسيطر على مجلسي النواب وشيوخ